الشكر الجزيل لكل من قام على هذا العمل الذي سنجني من وراءه الخير بإذن الله تعالى. ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حمل الرسالة ورد الإيمان ونصح الأمة وأبعد الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، نحييكم السادة الضيوف، نحييكم ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا على إخوتكم الأعزاء في منطقة بصرة، هذه المنطقة العامرة بأهلها. فصار عن النفس وباسم كل أهل هذه المنطقة نحييكم ونرحب بكم ونرجو أن تقضوا معنا فترات طيبة وجمال وجليل وزوارة صراتة والرجالات ثمان والزاوية والإخوة الأعزاء والشحانة في المنظور ومن مدن الجبل الأشم ومشاشة ومزة وغريان ومسلاتة وتهونة في الساحل الليل والأصابع. وأعذروني إن كنت قد يعني قد نسيت بعض المدن دون تخصيص. الحالة التي نعيشها اليوم في بلادنا هي حقيقة حالة تدمي القلب وتبكي القلب قبل العيون، نظرا لحالة الانسداد السياسي التي نعيشها عبر كل من أتى إلى ليبيا محاولة خلاف. نسعى قدر الإمكان بإذن الله إلى لم الشمل وإلى المصالحة الوطنية وإلى أن نجد الله وأن الوطن هو أسمى وأعلى من كل شيء. لأن الوقت طال شوية، بارك الله فيكم حضوركم وأهلا وسهلا بكم على الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التي كانت من كتاب الله الحكيم. والآن وفي هذا المجال نفصح الكلمات لبعض الأخوة حتى يصل صدى صوتهم إلى عنان السماء في هذا. احنا جينا هنا للمشاركة في لم شمل الليبيين وتوحيد صف الليبيين، واحنا كمنطقة غربية والساحل الغربي نبغوا نكونوا يد واحدة للم شعبنا ولتوحيد مؤسساتنا الليبية والوصول للانتخابات تجمع الليبيين على حكومة وبرلمان موحد. ونحن بمعنى نحن نبغى نوصلوا لهدف ليبيين، ما فيش فرق بين غرب وشرق وجنوب، احنا ليبيين قبيلة واحدة. وهذا نسعوا لك ليبيين. احنا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. بدعوة من بلدية أبو صرة أتينا لهذا اللقاء. هذا اللقاء هو لقاء تصالحي، لقاء أخوي بين الليبيين. نحن الليبيين لا فرق بين بعضنا، نحن أخوة، لا نرفض أي تدخل حقيقة في شأن الداخلي، نقبل الحوار الليبي المصالحة الوطنية
حقيقة هذا غاية لكل الليبيين يبوها، كل جمعية الليبيين يبوها للمصالح الوطنية، يرفضوا الحروب، يرفضوا الاعتداءات، كفاية حروب، كفاية سفك دماء. احنا نعتبروا أي اعتداء على أي شخص أو أي قبيلة أو أي مدينة هو اعتداء علينا جميعا، ولذلك نحن الليبيين نحل مشاكلنا بالحوار، بالعرف الاجتماعي. بتقعمزة في هذه تقعمزة هذه في صالة مربوعة في ظهرة نحل مشاكلنا. نحن الليبيين سهلين وأخوة، نعرف بعضنا جميعا، رغم من الشرق للغرب رانا أخوة، ما فيش فرق بين الليبيين. حقيقة الدخل الخارجي هو اللي أثر علينا، هو اللي حاول يفتن بين الليبيين، هو اللي حاول يبعد الليبيين عن بعضهم. وحقيقة احنا الآن رانا دعاة للمصالحة، ملمدين يدينا، يدينا بيضاء لكل الليبيين، لا فرق بين الخلاف اللي موجود الآن في ليبيا، وليس خلاف بين الليبيين وبين الشعب الليبي، هو خلاف سياسي عند بعض المستفيدين، مستفيدين منها من ما يحدث الآن في ليبيا. وفي تدخل خارجي حقيقة بشكل مباشر وغير مباشر هو اللي بعد الليبي عن بعضهم. احنا رانا احنا اخوت ليبيين، نحب بعضنا، نقبل بعضنا، ما فيش فرق رانا لا جبالي ولا عربي ولا تبوي ولا تارجي، رانا اخوت، لا شرق ولا غرب ولا شمال جنوب، نحن رانا احنا على مسافه واحده من جميع اللي بكل الليبيين، رانا اخوت، ما فيش فرق بناتنا. ارجوكم تبعدوا علينا شبوح الحرب، ارجوكم ابعدوا علينا الفتن، راي هذه فتنه حقيقه رادوا بها الليبيين فتنه. من الان ما زالوا يحاولوا يبعدوا الليبيين عن بعضهم، يحاولوا الليبيين يخلوهم يتحاربوا، يحاولوا يخلوا الليبيين يتقاتلوا، يحاولوا الان العالم الخارجي يخلينا احنا نتحاربوا، هم يصب خيراتنا، بترولنا، غازنا، ثرواتنا تسلب مننا ونحن نتفرج عنها. حقيقة لابد الليبيين يكونوا واعيين ويكونوا مثلا على قلب واحد، وأن هم يحتووا بعضهم، أن الليبي نضبطوا بعضنا، ما في فرق لا مصراتي لا شرقاوي لا غرباوي لا زاوي لا جبالي لا زواري، كلنا أخوت. احنا الآن محيط في محيط المنطقة الغربية، ما في فرق بين زوار وبين الجبالية، سواء كان نالوت ولا كبا ولا جاد، الخوت احنا رانا تربطنا معناها تاريخ يربطنا، مصير يربطنا، الليبيين أخوة. نحن قدنا معارك الجهاد ضد الطليان مع بعضنا، جبالية وعرب وساحل وجبل، كان كنا خوت، ما فيش فرق بيناتنا. أرجوكم أن تدعوا يا ليبيين أن هذه مؤامرة ما زالت تحاك ضدنا، فصول المؤامرة ما زالت مستمرة. إحنا رانا ما فيش فرق، والله العظيم أنا نبات في أي ما بيت من بيوت الجبلية، في خوت في الجبل ولا في الساحل ولا في زوارة، راه خوت، ما فيش فرق بيناتنا. أرجوكم أن الليبيين يكونوا واعيين لهذه المؤامرة. تحت شعار نبذ الفرقة ووحدة الصف يجتمع اليوم رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ليكون لهم. ومن أهلنا في الزاوية أتينا بحضور هذا اللقاء الشعبي من أجل المصالحة ولم الشمل ونبذ الفرقة ووحدة الليبيين. الحقيقة هذه الشباب والشيوخ الجايين من كل بقاع من ليبيا، من الجبل والساحل والشرق والغرب، أتوا بقلوبهم بيضاء من أجل حقن دماء ليبيا، من حقن المصالحة، من أجل لم شمل الليبيين. الليبيين أخوة، لا فرق بين غربي ولا شرقي، لا بين شمالي ولا جنوبي. ليبيا اسمها ليبيا، ليبيا دولة واحدة، شعب واحد، لا يمكن فرق بيناتها. كل الليبيين مساويين في حقوق الواجبات، لا في هذا جبالي ولا هذا عربي ولا هذا قوي ولا هذا تاجي ولا هذا شرق ولا غربي. نحن الليبيين أخوة، شاركنا في معارك الجهاد ضد الغزو الطلياني مع بعض، ساحل وجبل، ما فيش فرق بين الجبل والساحل، كنا شاركنا في معارك الجهاد وقتلنا ضد الغزو الطلياني وقدمنا شهداء اخر شهداء، ونفذنا الى ايطاليا مئات من الليبيين، فكان من جبل وساحل، ولذلك نحن شعب واحد، ليبيا ليست شعبين، ولا تقبل التقسيم ولا تقسم الفرقه. دعاة الفرقه ودعاة الحرب هذه فتنه، دعاة ان هذا جبالي وهذا عربي وهذا، هذه دعاة فتنه يا اخوتي، ما دعاة السلام، نحن دعاة السلام. نحن أعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة وندعو دائما للمصالحة ولم الشمل. الحقيقة كنا يد واحدة ضد الفتنة، نحن نحارب الفتنة ونقاوم الفتنة مهما كانت.